أسلم. ياسر تونس سمعوا ببناء قاعدة عسكرية أمريكية في جنوب تونس في رمادا، وهذا أمر طبيعي والنجم نقوله متوقع، خاطر نعرف احنا أين ما يوجد الإخوان والإسلاميين هذوما المخدرين للشعوب نلقاو أمريكا. أنا ما عندي حتى شيء ضد أمريكا يعني شخصيا، هي واضحة وسياستها واضحة. أمريكا وإنجلترا معروفة، والغرب بصفة عامة معروف، هم الزوز يتفقوا على حاجة، على المصلحة. يعني الحضارة الغربية أو المدنية الغربية كما قدش من مرة قلت تقوم على المصلحة الشخصية، فين عندهم مصلحتهم يمشيوا. لكن الفرق من بين أمريكا ومن فرنسا إن المصلحة الأمريكية هي 100% اقتصادية، يعني هي وقت تعمل قاعدة عسكرية الهدف متاعها مش التدخل العسكري، لا، الهدف متاعها المحافظة على مصالحها الاقتصادية. وتعرفوا انتم لأمريكا دولة حديثة، صحيح قامت على إبادة شعب كامل، يعني مجزرة يعني تاريخية لا تخفر، من أجل باش تقوم هي. أنا مانيش باش نحكي في التاريخ ولا نحكي في الأمور هذه، هذه أمور معروفة ويعرفوها العباد الكل. أما حبيت ننبه لبعض الحاجات والنقط وبعض الخواطر اللي جات في بالي، حبيت معنتها نبارتاجيها معاكم، فهمت؟ تو سامبلومون. أنا ديما ما نلومش أمريكا وما نلومش الغرب، الخطر واضح وواضحة المصالح نتاعو. أما نلوم في نحنا، على خاطر الشعب أو البلاد اللي تقبل وترضى إنها تكون مستعمرة تستحق الاستعمار، هذه مسألة واضحة. كما تقول القولة، لا تجعل نفسك عبدا لغيرك وقد خلقت حرا. ما دامك انت قبلت الاستعمار وقبلت الذل وقبلت الإهانة، اذا تستحق هذاك الشيء. انا باش نحكي على تونس، مانيش باش نخرج خارج حدود تونس. بعض الإخوة التوانسة سألوني قالوا لي شنو رايك، هل تونس عربية؟ قلت لهم تونس عمرها ما كانت عربية وعمرها ما تكون عربية، وتونس عمرها ما كانت فرنسية وعمرها ما تكون فرنسية، وعمرها ما كانت تركية وعمرها ما تكون تركية، وعمرها ما كانت فينيقية. تونس هي تونس. أنا عندي فكرة خاصة، نؤمن اللي الأصل في الأرض مش في العرض. الأرض هي الحدود تاع تونس اللي موجود في شمال أفريقيا في الوسط، واللي تطل على البحر الأبيض المتوسط، واللي عندها حدود مع الجزائر ومع ليبيا. هذه هي تونس، هذه تونس منذ آلاف السنين ومنذ أن ظهرت الكرة الأرضية ما تبدلش. صحيح تونس تخلولها ياسر من المستعمرين، يعني اللي استعمروها عبر التاريخ، من الفندال والرومان والفينيقيين والعرب والأتراك والفرنسيين، وهنا توا الأمريكان.
تونس عندها آلاف السنين وهي مستعمرة، وما دام احنا قابلين بهذا الاستعمار وراضين بيه يعني احنا ما نسواوش، يعني ما نجبوش نقوموا على ساقينا. لازم كل مرة واحد يستعمرنا باش نحسوا رواحنا احنا موجودين. في الحقيقة وقت نرجعوا للتاريخ نعرفوا بالكدا اللي الجنس مربوط بالأرض، دغوات سول نسميهم دغوات سول، يعني أي مستعمر عنده خيارين، يا أما يندمج في المناخ والتقاليد والعادات بتاع البلد، يا إما يقاوم ويخرج من البلد. هذه مسألة واضحة. وتونس الحقيقة على عبر التاريخ، وأنا نقول تونسي، شنو هو تونسي؟ ما يهمنيش فيه أصله عربي ولا أصله تركي ولا أصله روماني ولا أصله فينيقي ولا أصله إفريقي، ما يهمنيش فيه. اللي يهمني فيه إنه جال تونس الأرض هذه المحدودة بهذه الحدود، واستنشق هواها وطلع على بحرها وعجبته العيشة فيها وعجبته ماكلتها وعجبته ريحتها ويفتخر انه تونسي. هذاك اصله من فين جاي ما يهمنيش فيه. نعرف احنا اللي شمال افريقيا بصفة عامة اول من سكنها هم الامازيغ، واطلقوا على انفسهم الامازيغ يعني الرجل الحر، كما اول من عمر فرنسا لغولوا، اول من عمر تونس هم الامازيغ. اصولهم من فين؟ من جنوب افريقيا، من الشرق، من اوروبا، من مغولستان، من الصين، ما يهمنيش فيهم. المهم وقت جاوا لتونس وشمال افريقيا حبوا يعيشوا احرار. شو معناها احرار؟ هما هاربين من سياسات كانت تقمع فيهم، ولا هاربين من وضع كما اليهود اللي هاجروا بعد تدمير هيكل سليمان حسب الأسطورة، أو اليمنيين اللي هاجروا لشمال أفريقيا بعد تدمير سد مأرب، أو الفينيقيين اللي هاجروا على الليسا هاربة، وغيرهم وغيرهم وغيرهم. وتجاول تونس احترموا تونس ولاو توانسة، وبالنسبة لي توانسة 100%. ما حاولوش يرجعوها فينيقية، ما حاولوش معناتها يبدلوا لها أصلها الأساسي، وإنما اعترفوا ويفتخروا إنهم أمازيغ قبل كل شيء، لأنهم هم السكان الأصليين لشمال أفريقيا. راهو مش كل واحد يتكلم عربي راهو عربي، ومش كل واحد يتكلم فرنساوي راهو فرنساوي. وانا ما نقول تونس نقول حدودها وريحتها وسماها وشمسها وبحرها وجوها وطبيعتها. نعرف احنا الشعب التونسي شعب يحب يعيش، يحب يفرح، شعب ما يحبش الحروب، ما يحبش المشاكل. يعني اي واحد يجي يحب يدخل لنا طبيعه ماهيش فينا يعتبر عدو لتونس مهما كان. اي واحد يحب يبدل لنا ماكلتنا ويدخل لنا الهمبرجر بتاعه واللباس بتاعه نعتبره ماهوش تونسي، ولازمنا ما نخليهوش يبدل شخصيتنا. راهو العالم توا مش كما قبل. اذا لازم كل شعب مهما كان، حتى لو حتى فرنسا حتى اوروبا تعاني من الغزو الامريكي الاقتصادي، مش كان احنا كلنا نعاني. يعني هذايا الفكر بتاع القضاء على كل الاختلافات من اجل وضع نظام عالمي واحد حاجه ماهيش مقبوله.
انا مش عندي حتى مشكل يحل همبرجر ولا يحل ماكلة صينية في تونس ولا ماكلة فرنساوية، ما عندي حتى مانع، ولكن لازم ماكلتنا تبقى ولباسنا يبقى ونطوروا لباسنا باش يولي عصري. انا تعرفوني ما نحبش نحكي في السياسة، خاطر حتى لتوا ما فما حتى حزب تونسي وتنقول تونسي يفكر في تونس ويحب ينهض بتونس بدون عمالة وبدون تبعية وبدون تخلف، باش تكون تونس دولة مستقلة تتعامل مع الغرب سوى الأوروبي سوى الأمريكي ند لند. وتعرفوا انتوما اللي بالإسلام والفكر العروبي والأفكار هذه المتخلفة عمره باش ما يحترمنا العالم، وعمرنا ما نجم نشاركه في التطور الحضاري اللي موجود في العالم. العبد اللي يتكلم أنا مسلم وأنا عربي وناسي تاريخه وناسي حضارته وناسي شخصيته وناسي طبيعته عمره ما يكون مستقل وعمره ما يحترم العالم. هذه مسألة واضحة مش جديدة. اللي حبيت نقوله هوني في هذه الفيديو اللي في الحقيقة هي كما قلت لكم يعني مجرد خواطر، يعني في الحقيقة أنا جدا معناتها متألم كيفاش هالشعب هذا الشعب اللي معناتها اللي يحب الحياة وهذا الشعب اللي يحب المرح واللي يحب العيش، هذا الشعب الفدلاك كما نقولوا احنا، واللي عار عبر آلاف السنين حاولوا باش يبدلوه وحافظ على الطبيعة متاعه، لأن الطبيعة متاعه موجودة في الأرض. الأرض هي أمنا والسماء هي أبونا. حتى الإسلام وقت خذوه خذوا المذاهب الإسلامية الغير متطرفة، يعني نجم نقول الصوفية، تونس معروفة بالصوفية والأولياء الصالحين وكل شيء. نظن أن حان الوقت باش التونسي يفيق على روحه ويفهم اللعبة السياسية العالمية، ويظهر توانسة أحرار، توانسة حقيقيين يعترفوا بأصلهم الأمازيغي ويحسبوا رواحهم أحرار بالفعل. احنا ما نجمش نبدلوا التاريخ، التاريخ هو التاريخ، التاريخ هو التاريخ، أما لازمنا نعملوا بوز وقطع مع الماضي ونفكروا في المستقبل، ويزينا من البكاء على الأطلال، ويزينا من طلب المجد الضايع اللي مشى وفاء. وفكروا باش يقفوا على ثقيلة. صحيح أنا نعرف اللي الإنسان ساعات فما شر أحسن من شر. توانسة توا كما تشوفوا بين المطرقة والسنداد، بين استعمار اقتصادي أمريكي. أنا متعجب ساعات نحكي مع بعض الناس يعملوا لي تو كي يحكموا الإسلاميين تونس تولي كي قطر. أنا ما حاجتيش بيها تولي كي قطر، وما حاجتيش بيها تولي كيما أي دولة أخرى، فهمت؟ أنا حاجتي بيها تبقى تونس قبل كل شيء. حب ناكل خبز وزيتون، أنا حب نعمل المشموم، حب ناكل الكفتاجي، حب ناكل اللبلبي الحار. أنا مش ضد التنوع، بالعكس كان كل دولة تحافظ على ماكلتها وعلى تقاليدها وكل دولة تحترم ذاتها تو العالم يحترمها. احنا المشكل التوانسة بصفة عامة العرب والمسلمين، فهمت، ما نحترموش رواحنا ونستعاروا من رواحنا وما عندناش ثقة في رواحنا وعندنا عقدة النقص. علاش بينا احنا ناقصين يد، ناقصين ساق، ما عندناش مخ،
صحيح صحيح ان الاسلام والفكر الاسلامي دمر عقولنا، لكن رغم كل شيء نبقى بشر. وهذا اللي دمر عقولنا النجم نطوروا عليه. هذاك علاش ديما نقول لازم نعملوا ثورة دينية على الدين ضد الدين، وثورة فكرية ثقافية واجتماعية وجنسية. واحد سألني قال لي شنية الثورة الجنسية، توا تنحكي على المرأة في الإسلام والقرآن والسنة، تنحكي على شنو الثورة الجنسية وكيفاش نشوف أنا الثورة الجنسية والثورة ضد الدين. كما قلت لكم احنا توا من بين المطرقة والسنداب، يا اما يحكموا فينا اسلاميين يخضعونا يركعونا كما النهضة، وتبني امريكا القواعد نتاعها كما بنات في الخليج وفي السعودية، مش تفهموا يعني حاجة ان ما فماش دولة في العالم تنتهك فيها حقوق الانسان وحقوق المرأة وحقوق الطفل، ما فماش دولة تقهر شعبها أكثر من السعودية. فيني أمريكا علاش بتتكلمش على حقوق الإنسان في السعودية؟ ما فماش ديكتاتورية في العالم أكثر من ديكتاتورية الحق العائلة المالكة في السعودية. فينو الغرب وفينو حقوق الإنسان وفين الأمم المتحدة؟ علاش ميتكلموش عن يوقع في السعودية واللي حتى حد ما يسمع به؟ تعرفوا علاش؟ كما قلت لكم على خاطر العائلة الحاكمة عائلة تخدم في المصالح الأمريكية الاقتصادية، وراهي أمريكا تختلف على الغرب اختلاف كثير. يعني أمريكا تستعمل العسكر والقواعد من أجل الحفاظ على مصالحها الاقتصادية، هي عندها كان اقتصاد فقط نقود، تحب تبيع سلعتها، تحب تبيع سلاحها، تحب تبيع همبرجرها، تحب تبيع ماكلتها حوايجها كل شيء، هذاك اش تحب، ما تفكرش في حاجة أخرى. بينما فرنسا والغرب بصفة عامة صحيح حتى هو مصلحي، لكن أكثر شيء يفكر زاد في مصلحته المادية والاقتصادية، ولكن يفكر في يعني يحب ينشر فكره الثقافي. نعرف ان اوروبا قامت ثورات الكنيسه وثورات وظهروا علماء ومفكرين وفلاسفه، امريكا لا، هما قرصان قتلوا شعب كامل وكونوا دوله وسرقوا الثروات نتاعهم، فهمت، ويحبوا يصدروا سلعتهم للعالم اجمع، هذاك هو فكرهم. عدانا وقت نجي نشوف في تونس فما الإسلاميين ما يسمى الإخوان النهضة، وفما العلمانيين، فهمت، كيما قاعد سبسي وكل شيء. وتنجي نختار على الأقل، نختار الأهول الأقل خطر على تونس، فهمت، رغم اني نتمنى هذاك علاش انا منتميت حتى حزب، نقول وقت يوجد حزب تونسي يفكر كان في تونس ويفكر في تونس طريقة معناتها نت لنت، وقتها ننتمي إليه، وقتها يكون حزب يعتبر تونسي قبل الجميع، يعتبر تونس غير عربية أمازيغية، يعتبر تونس بموقعها الجغرافي من بين ليبيا والجزائر والبحر الأبيض المتوسط. نحب حزب يقدم تقاليد متاعنا، الماكلة متاعنا، تفديك متاعنا، الجوا دو فيفغ نتاعنا، حبنا للحياة، فهمت، حزب ما يفرقش من بين يهودي تونسي ومسيحي تونسي وأباضي تونسي وملحد ولا لاديني تونسي، وقتها ننتمي له. مادام ما فماش حزب كيما هكا، أنا هاني نشوف صحيح نأيد ما يسمى بالعلمانيين خاطر ألف مرة أفضل من هذوما الخونة، هذوما المجرمين، فهمت، باسم الدين، باسم الدين يعني باسم الإسلام،
هذوما الاخوان المسلمين اخوان وتسموهم اخوان المجرمين واخوان الشياطين ما كتبوش. وهذه السعوديه وهذوما دول الخليج يعني معناتها مساله واضحه العباد الكل ما فهمتش انا فما عباد مازالوا يحكيوا على السعوديه ومازالوا يحكيوا على قطر ومازالوا يحكيوا على الاخوان. يا اخي عندكم مخاخ ولا عندكم شنو؟ يا سيدي تحبوا الاسلام كما قلت لكم في الفيديو اللي قبل انضموا لجماعه الانصار الشريعه. تحبوا الاسلام انضموا لجماعه الانصار الشريعه. تحبوا تونس بالفعل تحبوها تكون مستعمره اسلاميه عربيه وتقضيوا على كل الباقي كونوا من انصار الشريعه. اما كان تحبوا تونس مستعمره امريكيه وفيها قواعد عسكريه وتولي لكم كالخليج ويبني لكم ناطحات السحاب فهمت؟ ويبيعوا لكم الهمبرجر ويبيعوا لكم الجين ويقضيوا على الماكله نتاعكم ويقضيوا على التفدليك نتاعكم ويقضيوا على الجو نتاعكم فهمت؟ انتخبوا النهضه. وكان تحبوا كيما اوروبا فهمت؟ كيما فرنسا انتخبوا العلمانيين وقاعدة السبسي والجماعه ما يسمى معناتها كيما عهد البرجيبي وكذا فهمت؟ زين نقول لكم اللي معناتها تونس وقت استعمرتها فرنسا رغم كل شيء فرنسا قدمت ياسر لتونس خاطر كيما قلت لكم الاستعمار الفرنسي كان استعمار ثقافي يعني نقلونا الحضاره نتاعهم والتطور نتاعهم. صحيح فما ظلم واستعمار والاستعمار ديما يبقى استعمار اما فما استعمار يدمرك يسرقك برك وفما استعمار معناتها يستغلك 100% وفما استعمار لا صحيح يسرقك وياخذ من عندك وكل شيء لكن يعطيك شويه فهمت؟ وقت خرج الاستعمار العسكري الفرنسي صحيح بورقيبه معناتها كان يخدم في مصالح اوروبا هذاك علاش تونس شافت ياسر حاجات بنيان مدارس ياسر حاجات باهيه وتطورت وثقفنا وكذا خاطر جاتنا الثقافه الاوروبيه وقتها جاء بن علي وقتها دخل الاستعمار الامريكي وقتها دخلت السلفيه على خاطر امريكا فهمت ماذا بيها ما هي راسماليه معروفه هي ماشي في الفقير فهمت هي ماذا بيها ديما فما الدين علاش باش الفقير ما يحلش فمه اللي جوع يتمنى ما يطلبش بحقوقه علاش على خاطر كي فما الدين عنده حلم متنفس اللي هي الجنه يقول لك حتى كما كليتش هوني وتمرمدت هوني هاكا تو في الجنه شيخ يعني يصبر ويسكر فمه هذاك علاش امريكا دينيه هي كي تشوف ماهيش ملحده فهمت حتى في الدستور نتاعهم دينيه صحيح مسيحيه لكن دينيه ما عندها حتى مشكل مع المسلمين ولا مع اي شيء ما عندها حتى مشكل ما دام تبيع في سلعتها ما عندها حتى مشكل ما دام الشعب مخدر ومسكر فمه وعنده امل في الجنه مش مشكل هذيك معناتها هذيك هي امريكا هو نوع من الاستعمار الرأسمالي فهمت الاقتصادي اللي يعمل القواعد العسكرية مش من أجل استعمار البلد عسكريا وإنما من أجل الدفاع على المصالح الاقتصادية متاعها دي مسألة واضحة ويعرفوها العباد الكل إذا كان تحبوا استعمار أمريكا وتحبوا توليوا يتوانسة كالخليج فهمت ونكاح الاطفال وتدمير الصيد في تونس فهمت وبناء ناطحات السحاب والقضاء على الاكل التونسي والقضاء على اللباس التونسي والقضاء على كل شيء ونوليو امريكا انتخبوا النهضه شنو هي النهضه هي اتسكر لكم مفهومكم باسم الدين وباسم الاسلام وتخليوا امريكا تعمل شطح بطح رغم اني انا راهو انا ما عندي حتى عداوه ضد امريكا فهمت ما عندي حتى عداوه شخصيه خاطر واضحه امريكا وواضحه المبادئ نتاعها فهمت كي تلقى عبد تستعبدوا تستعبدوا يعني المشكله مش في امريكا المشكله فينا احنا كان نوصلوا من درجه الوعي والاستقلاليه والقيام معناتها بذاتنا امريكا تولي تعاملنا كما تعامل في الغرب كما تعامل في فرنسا كما تعامل في الدول الغربيه
يعني ند لي ند. اما كي تشوف نحن قابلين باش تشوفنا قابلين باش تستعبدنا تستعبدنا، نجم تبيع سلعتها تبيعها، سي تو تافي نورمال. يعني كان باش نواجه امريكا مانيش باش نقول انا هيا قتلوا امريكا وامريكا كذا كذا كذا، لا 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 ما نقولش هذاك، وانما نقول فهمت نعطيو قيمه لرواحنا باش امريكا والعالم يعطينا قيمه. مادام احنا ماناش عاطين قيمه لرواحنا سي نورمال امريكا ما تعطينيش قيمه، سي تو تافي نورمال. اذا هذه المساله الاولى. وكان تحبوا تونس ترجع كيما عهد بورقيبه انتخبوا قائد السبسي والعلمانيين هذوما كل شيء، رغم اني انا يسمى صحيح شر خير من شر اخيب منه، لكن ماذا بيا راهو في تونس تظهر عباد يظهروا ويفهموا هذا الشيء ويكونوا حزب وطني تونسي امازيغي يقبل كل الاختلافات ويؤمن بالارض واتسول تاع تونس، ويكونوا فيه من كل التيارات الايديولوجيه والاجتماعيه وغيرها، ويخدم مصلحه تونس ويسعى من اجل تونس تصبح دوله مستقله يزينا من الاستعمار يزينا. رانا نجمو نكونوا حضاره تاعنا ونجمو نكونوا كل شيء، ماناش ناقصين شيء، عندنا مخاخ غير نتخلاو على الفكر المتخلف ونعطيو ثقه في رواحنا. رانا نجمو ونثوروا على كل هذا الشيء التخلف. راي امريكا والغرب ما يحترمناش لما نحترم رواحنا، مادام احنا مانيش محترمين رواحنا ماهوش باش يحترمنا. اظن الفكره واضحه، فهمت الفكره واضحه، والتوازه هما اللي باش يختاروا. كان تحبوها حكومه اسلاميه اسلاميه وتحبوا الاسلام وتحبوا بالفعل الاسلام ماكمش منافقين، خليوا انصار الشريعه تحكم في تونس، انصار الشريعه خليوها تحكم في تونس وانتخبوها وكذا. وكان تحبوا توليوا كالخليج تبع وعملاء وتقضيوا على ثقافتكم وعلى حضارتكم وعلى تاريخكم، انتخبوا النهضة. وكان تحبوا توليوا كي فرنسا كي ألمانيا كي الغرب، انتخبوا نداء تونس. وكان تحبوا توليوا توانسة وتولي عندكم قيمة وقدر وما عادش تتبعوا حد وتعملوا على رواحكم، اعملوا حزب تونسي تونسي يجمع كل التيارات الفكرية والثقافية والاجتماعية ويبني دستور يقوم فهمت على التطور والحضارة والإنسانية ويناسب المجتمع التونسي وطبيعته، يكون دستور بعيد عن الدين وبعيد على كل شيء، مأخوذ معناتها من التراث الإنساني. وادعوا لتونس حرة مستقلة بحدودها لا تنتمي لا للعروبة ولا للغرب، وإنما تنتمي لإفريقيا، وإنها دولة أمازيغية بحدودها الحالية. نظن الفكرة هذه واضحة، فهمت؟ ونتمنى معناتها انا عندي امل كبير، راهو عندي امل كبير في التوانسه وخاصه في نساء التوانسه، خاصه في نساء التوانسه عندي امل كبير في نساء التوانسه، خاطر تونس عبر التاريخ فهمت المراه كانت عندها دور كبير، فهمت؟ حتى وقت جاء الاسلام اللي حارب الاسلام هي امراه، ما فماش راهو هذه فكرة عيب وما عيب ومرأة وحكاية فارغة، فهمت؟ هذه أفكار جابوها لنا المسلمين والعرب، جابوها لنا المسلمين والعرب ودخلوها لنا في مخاخنا، حكاية فارغة. راهو المهم، المهم أن نكونوا دولة مستقلة نحترموا أنفسنا ويحترمنا الجميع. أرجو نكون بلغت الفكرة، ومع فيديو قادم وبالسلامة.